ماذا نعرف عن الألزهايمر أو داء الخرف الشيخوخي؟ ما هي أسبابه، أعراضه، مضاعفاته ووسائل تشخيص الإصابة به؟ لماذا غالباً ما تحاط إصابة قريب بالألزهايمر بالسر والكتمان؟ وما أوجه الحرج في تقبل وتدبير المرض؟ ثم ماذا عن بنية الرعاية والتكفل بالمرضى وأي دعم لذويهم؟ الألزهايمر موضوع العدد المقبل من برنامج بدون حرج. بدون حرج يأتيكم هذا المساء عند الأوقات التالية على قناتكم ميديان تيفي.